السلام عليكم. اليوم نروح نشوف الأشغال نتاع توسيع ازدواج الطرقات على مستوى بلدية سطاولي، وأنا نشوف أن المشروع هذا يخص الأشغال للولوج إلى منطقة التوسع السياحي بسيدي فرج وكذلك منطقة ما يسمى ببالم بيتش. والمشروع هذا هو من إنجاز بين شركة بي تي ار سي، شركة خاصة للأشغال العمومية، وكذلك شركة ان جي او الجزائرية انتربريز ناسيونال دي غران زوفراج دار، وهذه شركة وطنية متخصصة في الأشغال نتاع المنشآت الفنية من جسور، وكذلك تحت الرقابة نتاع المكتب سايتي وكنترول دو كاليتي عندنا ال سي تي بي. والمشروع هذا لمده 13 شهور وبقيمه نتاع 4.11 مليار دينار جزائري، اي ما يعادل 411 مليار سنتيم. ويعني الاشغال هذه فيها يعني توسيعه وازدواجية الطريق رقم الوطني رقم 11 بين سطاولي وزيرالا، وكذلك ازدواجية الطريق الوطني نفس الطريق رقم 11 باتجاه بالم بيتش، وكذلك ازدواجية الطريق باتجاه ازير بلاج، وكذلك انشاء محول تاع اللي يربط بالم بيتش بمنطقة ازير بلاج، وكذلك توسيع الطريق رقم 11 باتجاه يعني الطريق الدائري الثاني دوزيام لوكار دارجي، طريق يعني ما بين بن عكنون والدار البيضاء مطار هواري بومتين. وهنا نروح نشوف المخطط نتاع الاشغال هنا وفي هذه الخريطه، ونشوف هنا الطريق تاع الاجتنابي الثاني لمدينه الجزائر العاصمه، والطريق اللي يؤدي الى بن عكنون ثم الى مطار هواري بومدين. اذا وهنا نشوف بالازرق عندنا الطرق الموجودة، هو يعني الوردي هنا نشوف الطرق اللي راح تستحدث، يعني الأشغال اللي راح تنشأ. إذا وهنا فيه ثلاث أنواع نتاع الأشغال. النوع الأول هو عملية تاع ازدواجية الطرقات، يعني خلق طرقات مزدوجة من نوع ثاني، طرق سيارة من نوع ثاني أو طرق مزدوجة سريعة. النوع الثاني من الأشغال هو تحسين المسار وتغيير بعض المسارات هنا في الطرقات هذه. والنوع الثالث من الأشغال هو إنجاز بعض المنشآت الفنية يعني تحسين الأداء وكذلك تحسين التقاطع تاع الطرقات. ومن بينهم عندنا على مستوى بلدية سطاولي عندنا نفق أرضي هنايا، إذا هذا هنا، وكذلك عندنا هنا على مستوى البريجة وبما يسمى ببالم بيتش من المنطقة هذه عندنا بالأحمر هنا أن فيادوك، جسر طويل ذو وجهتين، يعني أن فيادوك هنا يمر فوق المحول نتاع الطرقات هنايا. إذا هذه هي المشاريع اللي سوف تنجز على مستوى بلدية سطاولي، والتي سوف تسهل من عملية الولوج إلى الشواطئ هنا، خاصة في فصل الصيف اللي هذه المنطقة هذه تعرف شلل تام للحركة على المرور، بحكم أن الطرقات هنا كانت ضيقة جدا، وكان فيه يعني تطوير كبير للأحياء السكنية من هذه الجهة، وكذلك للمنطقة السياحية الكبيرة اللي نعرفها، واحدة من أكبر المناطق السياحية في الجزائر هي على مستوى منطقة إذن سطاولي وزيرالدا. إذا هذه الأشغال كما قلنا تخص هذه الطرقات هنايا، وللعلم أنه المجمل نتاع الطرقات يعني الطول تاع الطرقات هنايا يبلغ حوالي 40 كيلومتر لو أجمعنا كل الطرقات التي سوف تنشأ في هذه المنطقة.
إذن هذا هو هذه هي الأشغال. نترككم تشاهدون بعض الصور عن هذه الأشغال وعن فتح الأروقة، يعني كل هذه الأشغال في ميالي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.